السلام عليكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة نو أند جرو، ومرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد من دروس برامج الإكسل. الدرس ديال اليوم هو امتداد للدرس اللي شفنا آخر مرة، دونك غادي يكون امتداد لفورميل اللي شفنا آخر مرة، وغادي نشوفو أيضا دي فورميل جداد إن شاء الله في هاد الحصة. دونك لي فورميل اللي غادي نشوفو إن شاء الله اليوم، غنشوفو كومون فيغ لا ليست ديغولونت، غنشوفو لا فورميل دي سو توتو، غنشوفو لا فورميل ريشيرش في اللي شفنا آخر مرة، وغادي نشوفو مرة أخرى لا فورميل سي. دونك المثال اللي غادي نخدمو عليه اليوم وهو اون فاكتور اوتوماتيك. ملي كنقول اون فاكتور اوتوماتيك راه ماشي بالضروري غادي تخدمو بها، لأن كتعرفو جميعا أن أغلب الشركات الآن ولات كتخدم دي لوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال ولا دي جيستيون كونطابل اللي كيسهل لهم بزاف الامور، مي سي جوست باش تعرفوا لي فورميل كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا النوع ديال لي فاكتور. اذا ملي كنقولوا فاكتور اوتوماتيك سا فيدير يعني خصها تسهل علينا بزاف د الحوايج. دونك لوبجيكتيف ديالنا اليوم سي كوا، وهو ان غتكون عندنا هاد لا فاكتور اوتوماتيك سو هاد لا فورم لي مطلوب منك انت اون طون كاكسيون اومان، هو انك تدخل دي كود ديال لي زارتيكل، و كاع لي كاز اللي عندك في الفاكتور خصهم يعمرو اوتوماتيكمون ابار بيان سور لا كاز ديال لا كونتيتي. دونك اون فوا دخل لي كود ديال لي برودوي اللي عندك، غادي يكون عندك النتيجه اون فاكتور اوتوماتيك بيان رومبلي افيك لي سو توتو افيك لا تي في ا افيك لو مود دو بايمون يبان هنايا افيك لو نون ديال لو كليون لادريس لو تيليفون حتى هو يبان اوتوماتيكمون لو تو. دونك اي سوفي جوست انك تدخل لو كود ديال لارتيكل وتدخل لو نون ديال لو كليون اي لا فاكتور اوتوماتيك سورا رومبلي اوتوماتيكمون. دونك باش يمكن لينا نخدمو لا فاكتور اوتوماتيك، بيان سور لا فاكتور المعلومات اللي فيها سي كوا عندهم علاقه بلي برودوي وعندهم علاقة بلو كليون. دونك خص تكون عندنا ولا يكون عندنا دي باز دو دوني أو دي فوي وحدين اخرين اللي يكونوا ليي لا فاكتور ديالنا. هاد لي فوي هادو خص يكونوا فيهم المعلومات ديال لي كليون والمعلومات ديال لي برودوي. دونك لهذا قبل ما نبداو لوتوماتيزاسيون ديال لا فاكتور اوتوماتيك ديالنا، خصنا نعمرو بعدا لا باز دو دوني ديالنا، المعلومات اللي خصهم يكونوا عندنا في الشركة. دونك غيكون عندنا في معلومات كونسيرنون دي كليون، غيكون عندنا في هاد لافوي هادي اللون هاد اللون الأحمر، وغيكون عندنا معلومات كونسيرنون دي برودوي في هاد لافوي لونها لو فير باغ اكزومبل. دونك أول حاجة خصنا نغونسينيو شكون هما لي كليون اللي كنخدمو معاهم على طول العام. مثلا باغ اكزومبل حنايا باش ما نكثروش غنديرو 3 كليون مثلا، نعطيوهم دي نو باغ اكزومبل IVEX، نعطيو اون ادريس 17 بولفار باغ اكزومبل زرتوني كازان، نعطيو ان نيمو تيليفون باغ اكزومبل لو مود دو بايمون باغ اكزومبل، غنعطيو هذا كونتون. ندخلو كليون واحد اخر باغ اكزومبل صوفيا فيش، ديرو ليه في شي مدينة اخرى 22 بولفار سيدي مرسال مدينة اسفي، نعطيو التليفون 24 12 99، مود دو بايمون باغ اكزومبل نعطيو افي ا 90 جور، ونزيدو ان كليون اخر باغ اكزومبل نعطيو محمد اس تي او، نعطيو باغ اكزومبل 3 بولفار لا ريزيستانس رابا باغ اكزومبل، نعطيو ان نيمو تيليفون باغ اكزومبل حتى هو كيتخلص كونت. دونك حنا كملنا دابا لا باز دوني ديالنا كونسيرنون لي كليون، ندوزو لا باز concernant les produits. On a par exemple 5 articles par exemple. Donc les produits bien sûr, les codes de référence,
Par exemple, nous devons des codes à partir de 1000, désignation chaise normale par exemple. Le prix hors taxe est là, ou à 1000 dirham. La TVA, c'est 20%. La famille mobilier par exemple. 1001. Tabouret. Dial par exemple 900 dirhams, TVA 20%. TVA, il peut comme tu dis le hal, ça la nature des produits les indes comme ça voit mobilier 1002 par exemple. Des lots table de réunion, prix n'a par exemple 3000 dirhams, 20%. C'est l'immobilier, un article à rôle, chaise cuir, par exemple, prix de 1000 dirhams, TV 20%, c'est l'immobilier, Zido, un article à rôle, par exemple, lampe de bureau. Prix de la masselle 250 dirhams, TVA 20%, ou la famille de l'eau, c'est un accessoire. Très bien. Donc là, on a renseigné le malumet, les produits d'Yenna ou les clients d'Yenna. Donc, les deux feuilles, les sauvements, on met les réunions et la facture automatique d'Yenna. Donc, je nous donne l'objectif d'Yenna ou Nana, Rsna, les codes. Ou la facture automatique s'amar, on dakhle le nom du client, ou atteigne l'adresse automatique, atteigne le téléphone, et atteigne le mode de paiement que j'ai renseigné. Donc, pour nous faire l'omor, le nom du client, on s'amène la liste déroulante. Ça veut dire quoi la liste déroulante? Ça veut dire une liste, une fois qu'on clique sur une flèche, réatteigne les noms du client, et il suffit de choisir un client. Parmi la liste, je vais obtenir automatiquement l'adresse, le téléphone et le mode de paiement. Donc, je vais dire une liste déroulante. Quand j'ai la case libre de faire la liste déroulante, quand j'ai l'onglet données. Quand j'ai validation des données. Quand j'ai la liste. Bien sûr, qu'atteigne la source. Il y a ni min rangib ena had la liste hadi. La liste libre ena, elle concerne le nom de client. Donc, rangib la source min la feuille de le client. Donc, rangib la feuille de le client. On a besoin maintenant de les noms. Donc, je vais sélectionner les noms de le client de hadi. Bien sûr, je fixe la formule. اوكي دونك الى جينا هنا لاحظتوا الى كليكيتي هنا غيبان لك باننا عطاونا لا ليست ديال لي كليون اللي عندنا دونك اي سيفي جوست تو كليكي على لو نون لي بغيت وغادي يطلع عندك في لاكاز اللي بغيتي. دابا لحد الان درنا غير لا ليست ديال لي كليون يعني كوم ليست دي غولونس ولكن باقي ما درناش لا ليزون مع لادريس ولا التليفون لان لوبجيكتيف شنو هو هو انني نازل لو نون دو كليون et afficher indi l'adresse ou afficher indi le téléphone ou afficher indi le mode de paiement automatiquement. Comme je l'ai dit une fois, je vais dire une liaison entre deux cellules ou deux données qui s'amène la formule recherche V. Donc, là après afficher indi l'adresse, donc quand j'ai là place l'adresse ou quand s'amène la formule recherche V. Insérer fonction recherche V. Donc, chnehua la valeur ou chnehi la valeur li ratmek kenni annani ne rechercher l'adresse ou ne rechercher le téléphone ou ne rechercher le mode de paiement. Yani hadou koulhom ils sont liés à quoi? Ils sont liés au nom du client. Donc la valeur recherchée c'est hadi le nom du client. D'abord la table matrice fin ghanqleb aliha. نقلب عليها بيان سور
في لا طاب ماتريس ديال لي كليون هنا. دونك جو سيليكسيوني طابلو كله. حنا شنو بغيت تافيشا عندي؟ بغيت تافيشا عندي لادريس. دونك غنشوف لادريس فين جات. ا لا كولون ا الاولى جات فيها لي كليون، لا كولون بي الثانيه جات فيها لادريس. دونك غادي شوازي لا كولون 2 اي بيان سور غندير فو هنا باش يعطيني لا فالور اكزاكت. الى لاحظتوا هنايا صوفيا اي صوفيا فيش عطاني لادريس ديالها اوتوماتيكمون. نحاولوا نبدلو مثلا نرسلو ايفيكس عطاني لادريس ديال ايفيكس. محمد سوسيتي عطاني لادريس ديال محمد اي سوسيتي. نكبر شويه هنا باش تبان لينا لادريس. دونك اون فوا كنبدل لو نو كتبدل لادريس اوتوماتيكمون. لا ميم شوز غندير بالنسبه للتليفون بلا ميم فورمول كي ريشيرش في لا فالور ريشيرشي توجور اللي عندها لا ليزون مع كاع هاد لي فاريابل هي لو نو. دونك انا جو في شيرشي لو نو دو كليون. هذا فين غادي نشيرشي؟ سي في لا طابل كليون كنمشي ليها كنسيليكسيونيها كلها. بغيت لو نيميرو دو تيليفون كاين فين؟ في لا كاز نيميرو 3 1 2 اي 3. اي هنا غادي ندير فو ولا لاحظتوا ها هو تافيش عندي لو نيميرو دو تيليفون. نبدل عاوتاني باش نتاكدوا ايفيكس كتلاحظوا بان نيميرو تيليفون تبدل لادريس بدلات. محمد سوسيتي نيميرو تبدل اي لادريس بدلات. دونك هنا تمكننا اننا نديرو اون ليست دي رولونت غتسهل عليا بلا ما نبقى نكتب انايا اشاك فوا في لا فاكتور لو نون دو كليون لادريس نيميرو تيليفون. يل سوفي دو شوازيغ لو نون هنايا هو غيعطيني اوتوماتيكمون لادريس لو تيليفون اكسيتيرا. اي لا ميم شوز غنديرها باش لو مود دو بايمون باش يبان عندي في لا فاكتور. دونك بلا ميم ميثود ريشيرش في شنو هو المتغير؟ هو لو نون دو كليون. غنمشي نعزلو هادي هي لا فالور اللي غنقلب عليها. فين غنقلب عليها؟ في لا طابل ديال لي كليون سيليكسيونيها و بيان سور لو مود جي عاد ديفين واحد جوج تلاتة ربعة جي في لاكاز نيميرو 4 فو ولا لاحظتو هنا عطاني كونتون. نبدل باغ اكزومبل صوفيا فيش اللي درنا لي افي و نتأكدو الى لاحظتو ها هو عطاني هنا افي 90 ديجو. دونك هنا تمكنا اننا نكملو لابارتي كونسيرنون لي كليون. لا ميم شوز غادي نستعملو بالنسبة لي كود. دونك حتى لي كود غنديرو ليهم اون ليست ديغولونت. دونك كنجي لا بلاص فين بغيت ندير لا ليست ديغولونت كيف ما قلنا كنمشي لونغلي دوني فاليداسيون دي دوني اي جو شوازي ليست. فين عندي هاد لا ليست ديال لي كود؟ عندي في لا طابل برودوي. دونك خصني نكليكي هنا ونمشي لا طابل برودوي. هادو هما لي كود لي عندي جو لي سيليكسيون. بيان سور اي جو لي فيكس كنستعمل اوكي ولا لاحظتو هنايا هاهما طلعو عندي ميل ميل ان ميل دو ميل تخوا اكسيتيرا. دونك خصني دابا ندير لا ليزون مع هاد لي كود بوغ كو لا فاكتور ديالي كلها تعمر اوتوماتيكمون. دونك خصني اون فوا نعزل لو كود خاص لا ديسكريبسيون تطلع خاص لا فامي تطلع خاص البري داشا يطلع وخاص لو طو تي فيا يطلع. دونك بور فير لا ميم شوز جو في شوازيغ لا فورميل ريشيرش في انسيري فونكسيون. دونك حنا بغينا دابا لا ديسكريبسيون تطلع. دونك خصني نمشي البلاصه ديال لا ديسكريبسيون ونمشي ندير فيها ريشيرش في. جو في ريشيرشي كوا؟ شنو هو المتغير اللي عنده علاقه بكاع هاد المعلومات؟ وهو الكود. لان الكود ما كيتبدلش ما بلوتو لو كود ما كيتعاودش ما بين
un article et un autre article. Chaque article a un code spécial. Donc, la valeur recherchée, c'est quoi? Il y a le code. La table matrice, on va la table matrice et les produits. On va la désignation. La désignation finie sur la case numéro 2. 1, 2. On a bien sûr faux pour obtenir le résultat exact. Tlaht maya, nazil un code 1000 atani chaise normale. 1001 atani tabouret. 1003 atani chaise cuir, etc. Donc la même chose on dire la famille. Donc on a mis une pointif dans la famille, on dire recherche V. Je vais chercher quoi? Toujours le code parce que huwa المتغير الوحيد اللي كيمكنني انني نعرف المعلومات فين غادي نقلب عليها في لا طابل ماتريس ديال لي برودوي حنا كنقلبوا دابا على اش على لا فامي دونك سيليكسيوني لا طابل كلها لا فامي فين جات جات 1 2 3 4 5 دونك جات في لا كولون نيمو 5 اي بيان سور فو إذا لاحظتوا هو عطاني اوتوماتيكمون موبيلي تاكدوا ناخذوا الاخر اللي درنا لي اكسسوار هو طلع عندنا اكسسوار بيان سور لا كونتيتي ما كتخرجش اوتوماتيكمون بيان سور باسكو سا دي سا ديفير دون فاكتور ا اون اوتر دونك حنا اللي خصنا نعمروا لا كاز ديال لا كونتيتي باغ كونتر البري داشا خصو يعمر اوتوماتيكمون دونك لا ميم شوز ريشيرش في جو في شيرشي لو كود في لا طابل ماتريس ديال لي برودوي ها هي لو بري داشا فين جا جا 1 2 3 في لا كاز نيميرو 3 فو عطاني لو بري لو تو تي في كذلك مثال خصو تعطيني اوتوماتيكمون جو شيرشي لو كود لا طاب ماتريس سي لا ماتريس سي لي برودوي كنسيليكسيوني كلشي لو طو دو تي في ا جا فين 1 2 3 4 هنا بيان سور فو فوالا دونك نرجعوه البورسونتاج بيان دونك لو مونطون اور تاكس كيفاش كيتحسب سي سامبل بالنسبه للناس اللي قارين لا كونتابيليتي ولا الكوميرس لو مونطون اور تاكس سي تو سامبلومون لا كونتيتي فوا لو بري اور تاكس دونك باغ اكزومبل نديرو هنايا 50 كونتيتي هنا 100 هنا 150 هنا 100 هنا 100 نحيدو هاد لو سين مونيتير شفنا هاديك المرة بأن لو سين مونيتير كتحيد من هنا ولا كيدار من هنا بيان دونك لو مونطون اور تاكس سي كوا سي لا كونتيتي فوا لو بري اونتري نحاول نعمرو بقاع دي زارتيك من 1 من 2 من 3 من 4 كومسا تكون لا فاكتور كلها عندنا عامل لا تي في اون فالور سي كوا نخليوها هي الاخرى Donc la remise, il y a هنا, par exemple, nous allons la formule C. Nous allons mettre un chart sur la base de la taqaq et nous allons appliquer la remise. Par exemple, en goulot, il y a la quantité كبر من 100, يعني اي produit يشري من عندنا الكليون كثر من 100 quantité ou nous allons
5% de remise. إذا كان قل من 100 كونتيتي غادي نستعمل حتى رميز. دونك باش نحط هاد الشرط كنستعمل دونك فين يكون عندنا شرط غنستعملو لا فورميل سي. دونك كنجي لبلاصت فين كاين لا رميز وكنطبق الشرط على يد ديال لا فورميل سي. انسيري فونكسيون سي. سي كوا شنو هو الشرط؟ هو لو تيست لوجيك. قلنا خاص لا كونتيتي دونك خصني بوانتي على لا كونتيتي تكون اكبر من 50. فالور سي فري الا سي فريمون تحقق ليا هاد الشرط شحال هي لا غوميز اللي خصني نطبق؟ هي 5%. سينو الا ما كانتش لا كونتيتي كبر من 50 دونك ما غناخد حتى غوميز دونك غنطبق 0%. فوالا إذا لاحظتوا معايا هنايا نرجعو للبورسنتاج هنا بالنسبة للبرومي أرتيكل واش الكونتيتي كبر من 50؟ نو يلا 50 ماشي كبر دونك عطانا لا غوميز 0 دونك ما تحققش الشرط دونك لا غوميز 0. بالنسبة لهنايا 100 دونك كبر من 50 عطانا 5%، 150 كبر من 50 عطانا 5%، 100 كبر من 50 عطانا 5%، و 100 كبر من 50 عطانا 5%. لو نت بالنسبة للناس اللي قارين لا كونطابيتي أو لو كوميرس كيعرفوا أن لو مونطون نت أو لو نت كوميرسيال وهو لو مونطون بروت هذا ناقص لا غوميز. دونك كيفاش غنحسبو لو نت؟ تو سامبلومون لو نت كيساوي هو لو مونطون بروت اوف تاكس فوا 1 موان لو طو دو غوميز. الناس اللي قاري لا كونتابيتي راه يجيو هاد لي فورميل ساهلين. دونك لو مونطون اور تاكس فوا 1 موان لو طو دو غوميز. فوالا اي كنجبد لا فورمي ديالي على باقي لي مونطون. دونك الى لاحظتوا هنايا ما كايناش اون غوميز دونك لو مونطون بقى هو هو 12500 12500. هنا كاينه اون غوميز دو 5% دونك لو مونطون الحقيقي اللي كان هو 90000 ولكن من بعد ما طبقت لا غوميز ولا 85500. كذلك هو مثال هنايا وهنايا وهنايا. بيان دونك بالنسبه لا تي في لا تي في هي كتجي من بعد من ما كنحسبوا لو نت كوميرسيال. دونك كيفاش كتحسب لا تي في؟ تو سامبلومون سي لو نت كوميرسيال فوا لو طو لو تي في. و كنجبد لا فورمي ديالي على باقي لي لين ديالي. دونك الى لاحظتوا هنايا هنا ولات عندي لا فاكتور عامرة اوتوماتيكمون في لابارتي الفوقانية. كيبقى عندي المشكل هنايا ديال لي سو توتو. دونك لي سو توتو يعني التوتال وهو غنستعملو لا فورميل سوم يعني هو المجموع ديال اش ديال كاع هاد لي نت هادو. وهذا لا تي في حتى هي وهو المجموع ديال كاع هاد لي تي في اون فالور. لي زاكونت يعني الا كان الكليون عطيكم شي تسبيق مثلا هادي سي ارونسيني. دونك لو توتال سي كوا؟ لو توتال لو نيت ا بي سي كوا؟ أو لو نت تي تي سي وهو لو نت اور تاكس بلوس لا تي في موان لي زاكونت. إلا عطيك شي تسبيق راه خصك تحيدو لي. فوالا باغ اكزومبل كان عطيني دونك هنايا
عندنا لو مونطون اوف تاكس هو 644000 زائد التي في الى جمعناهم عطينا هو 773000. باغ اكزومبل كان عطينا هنايا 73100 ديال التصبيغ، اش راه يبقى عندي؟ غيبقى عندي 700000 ديغرام. وبهذا غادي نكون عمرت لا فاكتور ديالي كلها اوتوماتيكمون. دونك نعاودو نتاكدو باغ اكزومبل نمحي هاد لي كود كلهم، لا فاكتور كلها غادا تمحى بيان سور. دونك اون فوا نازل ان ارتيكل ان كود، لا فاكتور كتشوفوها كتعمر اوتوماتيكمون. دونك وهادشي كله الي غراس ا كوا؟ غراس ديال لي فورمول ريشيرش في لا فورمول سي et bien sûr les calculs arithmétiques et la liste déroulante qui s'est allée à bzaf de choses. اخر حاجه بغيت نشوف معكم اعزائي المشاهدين وهي ايش يمكن لكم ديروا لو فيلتر ديالكم بار فامي وتشوفوا لو توتال بار فامي. باغ اكزومبل غادي نحاولوا نديروا واحد لو تيست. بالنسبه للفيلتر ديالنا هنايا غنشوفو شنو غيطرى. دونك نتابعو معايا وشوفو معايا لو توتال هنايا شحال هو؟ 642750 هو المجموع ديال كلشي هاد لي برودوي هادي بما فيهم لا فامي موبيلي ولا فامي اكسسوار. مثلا بغيت نشوف انايا غير ديال الموبيلي كندير فيلتر ديالي كنعزل غير الموبيلي كندير اوكي. لو توتال واش تبدل؟ حتى حاجه ما تبدلات، 642750 يعني هذه الطريقه ما مكنتنيش انني نعرف توتال غير ديال الموبيلي اولا التوتال غير ديال الاكسسوار. كيبقى يبان عندي هنا نفس التوتال ديال لا فاكتور كلها. دونك باش نحل انا هذا المشكل هذا شنو كنستعملو؟ سوغ اكسل كنستعملو واحد لا فورمول سميتها لي سو توتو او لا سو توتال. يمكن لكم ديروها في اي بلاصه بغيتو تشوفو. باغ اكزومبل كنجيو لهنا مثلا وغندير لا فورمول سو توتال. حنا شنو بغينا؟ بغينا فيما ندير لو فيلتر ديالي يعطيني التوتال او لا سوم ديال هذيك لا فامي بالضبط. دونك شنو هي لا فورمول اللي غنسمي؟ ماشي لا موين، ماشي دونك غنسمي لا فورمول سوم لان انا بغيت نشوف المجموع ديال لي مونطون ديال هذيك لا فامي. دونك كنزيد لا فورمول سوم كيعطيني بانني خصني ندير بوان فيرغول من وراها وكنزيد لو توتال دي كوا ديال هادو كلهم لي مونطون كلهم كنسد القوس ديالي. هنا الى لاحظتو عطاني 642750 التوتال ديال لا فاكتور كلها. دابا غنتابعو وغندير لو فيلتر ديالي هنايا مثلا غنشوف غير الموبيلي ونشوف واش غيتبدل تما التوتال. الى لاحظتو ها هو تبدل 619000 درهم يعني لو مو لا فامي موبيلي الثمن المجموع ديالها اللي غنبيعو لهاد الكليون وهو 619000. نشوف لا فامي اكسسوار عطاني 23750. دونك هاد لا ميثود هادي ديال لا فورمول سو توتال كتمكننا اننا نعرفو لي توتو دو شاك فامي او دو شاك فيلتر سيباري. دونك بهذا اعزائي المشاهدين غادي نكونوا كملنا الحصه ديالنا ديال اليوم اللي شفنا فيها لي سو توتال، شفنا فيها لا ميثود ريشيرش في، شفنا فيها لا فورمول سي، شفنا فيها لا ليست ديرولونت، وشفنا فيها بليزيور اوبيراسيون اريتميتيك. نتمنى تكون الفيديو ديال اليوم
رانا لانت الاعجاب ديالكم، ونتلقاو ان شاء الله فيديو جديد ودروس جديدة في برنامج الاكسل وفي برامج اخرى بعون الله.